بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنستكمل مع ما قد بدأناه فيما سبق فيما يتعلق تطرق إلى موضوع الصرف. طبعا تحدثنا فيما سبق عن لوموض انديغاتيف. طبعا هاد لوموض هو اللي تتضمن أكثر الأزمنة كما تلاحظوا في واحد المجموعة للأزمنة، على عكس لزوتخ مود، على عكس المودات الأخرى. طبعا كما قلنا في المسابق بأن لومود هو واحد النوع ديال الصرف، أنه تعتمد على واحد المفهوم، بحال دابا ملي تكلمنا على لومود انديغاتيف، إذن في العموم تنتكلم على واحد الحادث اللي هو حقيقي، سواء تحدثنا عليه في المستقبل، سواء تحدثنا عليه في الحاضر، أو تحدثنا عن شيء حدث بالفعل في الماضي. كما لاحظنا بأن الماضي تختلف من زمن لزمن، مثلا لو باسي كومبوزي تنتكلم على واحد الماضي اللي وقع، لامبارفي تنتكلم على واحد الماضي اللي يقدر يكون مازال مستمر، مثلا لو باسي انتيريور تنتكلم على واحد الماضي اللي تسبق ماضي آخر، مثلا تسبق لو باسي سامبل أو تسبق مثلا لامبارفي إلى غير ذلك. هذه الأزمنة هي فقط تكون عندها واحد المفهوم، أنها تكون عندها واحد المفهوم معين، وبالتالي من تنصرف واحد الفعل في هذاك الزمان، إذن ذاك الفعل اللي تصرف في هذاك الزمان تياخذ المفهوم ديال ذاك الصرف، إذن تنزيدوا له هذيك التيرمينيزون تنضاف له المعنى ديال ذاك الزمان. فإلا صرفنا لو فيرب بارلي مثلا في لو باسي كومبوزي، إذا المقصود به بأن الكلام حدث في الماضي. متى إلا صرفنا لو فيرب بارلي في لامبارفي، طبعا الكلام أنه حدث في الماضي، وممكن أن الكلام يكون لا زال مستمرا. إذا حسب المفاهيم اللي شفنا، حسب التعريفات اللي كنا شفنا، الآن في هذه الفقرة غنشوفوا لو مود كونديسيونيل. طبعا لومبلوا دي كونديسيونيل، لو كونديسيونيل اي تا مود يوتيليزي بو اكسبريمي ان سوي. لاحظ هنا على عكس لانديغاتيف، اذا لو كونديسيونيل هنا اي تا مود هو واحد المود، هو واحد النوع ديال الصرف، يوتيليزي انه يستعمل بو اكسبريمي من اجل التعبير عن ان سوي، على واحد التمني. واش الحدث وقع؟ ما وقعش، انا فقط اتمنى. اذا طبعا هنا باش يكون هذا المعنى ديال التمني، خاصني ناخذ هذاك الفعل اللي باغي نستعمل ونصرفه في لو كونديسيونيل. ان ديزير تعبر على الرغبه، ان ايبوتيز تعبر على واحد الفرضيه، او ان اكسيون او تعبر على واحد الفعل على الارض، سومي اون كونديسيون، او تعبر لواحد الفعل على الارض سومي، انه خاضع. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب سوميتر، يعني خاضع. اذا نتكلم عن اون اكسيون سومي، اننا نتكلم عن اون اكسيون سوميز، نتكلم عن حدث انه خاضع اون كونديسيون، خاضع لشرط. اذا تنتكلم على واحد الفعل بانه ممكن يحدث إذا حدث أمر آخر. ما معنى هذا؟ بأنه ممكن ما يحدثش. إذن في هذه الحالة تنصرف الفعل في لو كونديسيونيل. إكزومبل كمثال، جوغي فولي باركورير لو موند. إذن فولي طبعا هذا لو فيرب فولوار، جوغي فولي المقصود بها كنت أريد كما نقول كنت أتمنى، باركورير لو موند جريان العالم، المقصود كنت أريد زيارة العالم، كنت أريد أن أجوب العالم. هل أنا قمت بالفعل؟ أنا لم أقم بالفعل، أنا هنا فقط أعبر عن رغبة كانت تشاطرني لكنها لم تحدث. إذن هنا نتكلم عن لو كونديسيونيل، تا
نصرف الفعل في لو كونديسيونيل جوغي فولي نصرف لو فيرب فولوار في لو كونديسيونيل باسي مثلا للدلاله للتعبير عن هذا الامر بانني كنت اريد بانني كانت لي رغبه معينه في القيام بفعل ما سي جافي سو جوغي فوتي بور لوي سي جافي سو لو انني عرفت عندنا لو فيرب سافوار عندنا لو فيرب سافوار او كونديسيونيل باسي اذا عندنا فعل عرفه مصرف في الزمن سي جافي سو لو انني عرفت جوغي فوتي بور لوي لصوتت من اجله لو انني عرفت لصوتت من اجله ولكنني لم اعرف ولم اصوت اذا هنا الفعل كما تلاحظوا موقعش معنى بحال هذا الا بغيت نقوله خاصني نصرف لو فيرب او كونديسيونيل ثم مثلا جو سوري اورو هنا تنتكلموا على لو كونديسيونيل بريزون جو سوري ربما ساكون كما نقول ربما ساكون اورو سعيدا ربما اكون سعيدا جو سوري اورو انا ساكون سعيدا او كما نقول ربما اكون سعيدا سي تو فوني بلو سوفون اذا كنت ستاتي اذا انت اتيت كثيرا اذا اتيت في الغالب اذا ترددت كثيرا اذا انا ساكون سعيدا اذا السعاده ديالي كما تلاحظوا مربوطه بكثره مجيئك او بكثره مجيئك على حسب اذا هذا استعمال لو كونديسيونيل طبعا حتى هو فيه البريزون وفيه لو باسي كما تلاحظوا طبعا نستكملوا مع هاد الزمان فيما بعد ثم عندنا لو مود سوبجونكتيف لومبلوا دي سوبجونكتيف اذا استعمال لو سوبجونكتيف لو سوبجونكتيف est un mode utilisé pour exprimer la nécessité لو مود سوبجونكتيف اذا نتكلم عن المود ديال لو سوبجونكتيف utilisé انه يستعمل pour exprimer للتعبير عن لا نيسيسيتي للتعبير عن الضرورة ان دوت للتعبير عن شك للتعبير عن اون اكسيون ان سيرتان للتعبير عن فعل على الارض ان سيرتان انه غير مؤكد شي حاجة ممكن توقع ممكن ما توقعش اذا نعبر عنها ب لو سوبجونكتيف اذا نتكلم عن اون اكسيون ان سيرتان نتكلم عن فعل غير مؤكد كي نا دونك با ايتي رياليزي الذي هو لم يتم بعد او مومون في اللحظه او نونوز اكسبريمون في لحظه حديثنا او في اللحظه التي نحن فيها نعبر لو سوبجونكتيف سامبلوا افيك دي فيرب اكسبريمون لونفي اذا طبعا لو سوبجونكتيف سامبلوا انه يستعمل avec des verbes exprimant l'envie. Le subjonctif est utilisé avec des verbes exprimant. معبرةً عن l'envie, le souhait, عن التمني. نتكلم عن أفعال تعبر عن التمني. Le désir, الرغبة. طبعا l'envie, الشوق. نتحدث عن أفعال تعبر عن الشوق. إذا le subjonctif أنه تستعمل مع هذه الأفعال. الأفعال تعبر على واحد الشوق. إذا مثلا نتكلموا على واحد الشوق يعني أن الحدث لم يحدث فقط هناك شوق لو سوي أو نتحدث عن أفعال التمني لو ديزير الرغبة ليموسيون إذا نتكلم عن الإنفعال لوبليغاسيون كما نتكلم عن أفعال الواجب أو الإجبار لو دوت الشك أو لانسيرتيتود أو عدم التأكد أو عدم التأكد من شيء نتكلم عن إن أكسيون أنسيغتان إذا نتكلم عن فعل غير مؤكد إذا هنا لانسيغتيتود إذا نتكلم عن عدم التأكد من شيء إكزامبل كمثال جيمغي كيل سوالا أنا أحب أنه هنا أنا أحب أنه هنا طبعا لتميز لو سوبجونكتيف على
مثلا لو كونديسيونيل ان لو سوبجونكتيف فيه هاد كو تتميز بهاد كو. كما لو نقول في اللغه العربيه ان اتمنى انه انه لو انه هنا هاد لو سوبجونكتيف تتميز بهاد كو. كما لو نقول في اللغه العربيه ان جيمري كيل سوا لا انا احب انه هنا. il faut que يجب ان يجب ان. اذا في هاد ان هذا لو سوبجونكتيف. il faut que tu ailles il faut que tu ailles يجب ان تذهب. طبعا لو فيرب الي كما تلاحظوا كما تتغير في البريزون في لو فيتور سامبل تتغير ايضا حتى مع الازمنه الاخرى ومع لو سوبجونكتيف تعطينا هاد اي. il faut que tu ailles يجب ان تذهب aux urgences الى المستعجلات. يجب ان تذهب الى المستعجلات. il faut que tu ailles aux urgences يجب ان تذهب الى المستعجلات. لاحظ هنا اذا عندنا هاد ان. اذا يجب ان تذهب الى المستعجلات واش انت مشيتي فقط كلام. ممكن انك تذهب وممكن لا تذهب. il est possible qu'il vienne en train. هو ممكن. il est possible هو ممكن. qu'il vienne en train هو ممكن ان ياتي في القطار. اذا عندنا هاد ان. ثم عندنا هاد l'incertitude. ممكن يجي وممكن ما يجيش ولكن هو ممكن هو ياتي في القطار. هو ممكن ان ياتي في القطار. طبعا الفعل في لو سوبجونكتيف انه تتغير وديما تيكون مسبوق بهاد كو. كما قلنا كما لو نقول ان في اللغه العربيه. اذا طبعا سنكمل مع هذا الزمن فيما بعد. ثم لو مود بارتيسيب هذا فقط شكل تياخذ الفعل ثابت. ستا مود امبيرسونيل كما تلاحظوا امبيرسونيل ماشي بحال لانديكاتيف كما شفنا من قبل او مع لي زوطخ مود. ان الفعل في الازمنه المنضويه تحت هاد لي مود ان الفعل تتصرف مع لي برونو بيرسونيل تتصرف مع جو مع تي مع ايل الى غير ذلك. هنا لا هنا الفعل تياخذ واحد الشكل وكفى وتيكون عنده واحد المعنى. اذا نتكلم عن ستا مود امبيرسونيل سي لا فورم ادجيكتيف دو فيرب. كما نتكلم عن الوجه ديال الوصف ديال واحد الفعل. الفعل تيولي كانه ادجيكتيف. الادجيكتيف يعني هو النعت. الفعل تياخذ هيئه نعت. الى عندك كومون سو رياليز ان اكسيون بارابور ا ان اوتر. الى عندك هو يدل على كومون سو رياليز ان اكسيون كيف تتحقق ان اكسيون كيف يتحقق الفعل بارابور ا ان اوتر بالنسبه لاخر بالنسبه لاخر. الى خدينا لو بارتيسيب بريزون تنقول مثلا الى لي ا ليكول اون شونطون. اذا هم يذهبون الى المدرسه مغنين. هاد مغنين تتبقى هكذا. لا اقول انت مغنين هو مغنين نحن مغنين. لا هي تتبقى هكذا كلمه تتبقى كانها وصف. تنوصف واحد الناس تنوصف واحد التلاميذ انهم في واحد الحاله معينه. اذا ال الي الي كول اون شونطون كما تلاحظوا بان شونطون. اذا هذا لو بارتيسيب بريزون دو فيرب شونطي. هذا جاي من لو فيرب شونطي. طبعا لو مود بارتيسيب كاين فيه البريزون بحال اللي شفنا الان. ال الي الي كول اون شونطون هذا لو بارتيسيب بريزون انه تيجي بحال الوصف. ثم عندنا لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي هو الشكل ديال الفعل اللي تنضيفو للازمنه المركبه. نقول مثلا لي باطو سون رونتري. لي باطو سون رونتري او بور يعني ان السفن دخلت الى الميناء. اذا كما تلاحظوا باننا صرفنا لوكسيليير اتر. لوكسيليير اتر في البريزون ضفنا له لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل رونتري. نو زيتيون بارتي سو ماتان نحن انطلقنا
هذا الصباح. عندنا لوكسيليغ اتر الان بارفي، ثم عندنا بارتي، هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتير. اذا حصلنا على لو بلوس كو بارفي الخاص بفعل بارتير. طبعا في لو بلوس كو بارفي ايضا تنستعملوا لو بارتيسيباسي. كما تلاحظوا باننا فقط الفرق بين وبين لو باسي كومبوزي بحال اللي عندنا في الجمله الاولى، اننا صرفنا اتر في لامبارفي وماشي في البريزون. حصلنا على لو بلوس كو بارفي الخاص بفعل بارتير، بينما في الجمله السابقه لي باتو سون رونتري او بور. اذا طبعا عندنا سون هذا لا كونجيغيزون دو فيرب اتر او بريزون، رونتري سي لو بارتيسيباسي دو فيرب رونتري، دو فيرب رونتري. اذا لاحظوا الفرق. اذا عندنا لو بارتيسيب بريزون تيجي بحال الوصف، وعندنا لو بارتيسيباسي طبعا هو اللي تنستعملوه مع الازمنه المركبه. طبعا بعدها عندنا لو مود جيرونديف. طبعا لو جيرونديف بحال لو بارتيسيب بريزون، فقط تنضيفوا له قبل هذيك اون باش تنحصلوا على واحد المعنى. شنو هو هذا المعنى؟ لو جيرونديف ايت ان مود امبيرسونيل. اولا انه شكل ثابت خاص بالفعل، ما تتصرفش مع جو، مع تي، مع ايل الى غير ذلك. اذا نقول عنه ايت ان مود امبيرسونيل. الازمنه المنضويه تحت منه ان صح التعبير ما غاداش تتصرف مع جو، مع تي، مع ايل الى غير ذلك. اذا لو جيرونديف ايت ان مود امبيرسونيل يوتيليزي كوم ان ادفيرب. اذا هنا تستعمل كادفيرب كظرف. Il exprime par rapport au verbe principal. إذن بالنسبة للفعل الأصلي، بالنسبة للفعل الرسمي، يعبر عن ماذا؟ Un action simultané. يعبر عن فعل متزامن. تنكون نتكلم على واحد الفعل أساسي أو رسمي، وفي المقابل ديالو تنتكلم على واحد الفعل غادي موازي له في الوقت، توقع معاه. اذا طبعا الفعل الثاني تنعبروا عليه ب لو جيرونديف. اذا نتكلم في الغالب عن، في الغالب نتحدث عن لو جيرونديف بريزون. كما قلنا كما تنشوفوا عندنا لو بارتيسيب بريزون الخاص بفعل مارشي. اذا نقول مارشون، تنضيفوا له قبل منه هاد اون. إيل غيف هو يحلم، او مارشون وهو يمشي. لاحظوا معايا، هو تيحلم وهو تيتمشى. اذا شنو غنستعملوا هنا؟ إيل غيف، اذا هو يحلم. اذا نتكلم على لو فيرب غيفي او بريزون، يعني انه مصرف في البريزون. اون مارشون، تنضيف له هاد اون مارشون لنقول بانه هو يسير، هو يمشي في الوقت الذي هو يحلم. نقول مثلا سي اون ترافايون كي لا ريوسي، انه عاملا، انه بالعمل كما نقول سي اون ترافايون، كما نقول وهو يعمل. كي لا ريوسي بانه نجح، المقصود هنا انه بالعمل هو نجح. اذا هو ما نجح الا بالعمل. سي اون ترافايون كيل ا ريوسي، انه عاملا كيل ا بانه هو اغيسي هو نجح. ولكن المقصود بها طبعا في المعنى العام بالعمل هو نجح. اذا كما تلاحظوا الاستعمال ديال لو جيرونديف، هذا لو جيرونديف بريزون طبعا الاكثر استعمالا. ثم عندنا لو مود امبيراتيف، طبعا حتى هو تيستعمل فيه في الغالب لامبيراتيف بريزون، هو اللي تنقولوا عليه حنا الامر. لامبيراتيف ايت ان مود. اذا نتكلم على الامبيراتيف، هو واحد المود يوتيليزي بور اكسبريمي ان اوردر، انه يستعمل للتعبير عن امرين، يستعمل للتعبير عن امر. اذا نتكلم عن شنو غنستعملو الا بغينا نعطي واحد الفعل في الامر. طبعا غنصرفو هذاك الفعل في الامبيراتيف. ان كونساي الا بغيت نعطي واحد النصيحه. اذا طبعا النصيحه ما يمكن نعطيها الا باستعمال الامبيراتيف. اون بريير، اون بريير طلب او رجاء. اذا تقول لشخص مثلا قم لي بهذا الفعل، قم لي بهذا الامر.
إذن طبعاً أنت كأنك تعطي أمر ولكنه طلب، أنه طلب إن ركومنداسيون أو أن تعليمات مثلاً أغياليزي للتحقيق دون زان فيتير بروش في مستقبل قريب أو لوانت أو شيئاً ما بعيد. إكزامبل كمثال غونتخ إيميدياتمون، أدخل حالاً. غونتخ إيميدياتمون، غونتخ إيميدياتمون، أدخل حالاً. عندنا هنا لو فيرب غونتخي كونجوغي على امبيراتيف، نصرف في الأمر. نقول مثلا نسويي با تخو بخيسي، نسويي با تخو بخيسي، لا تكون جد متضايق، لا تكونوا جد متضايقين. نسويي با تخو بخيسي، لا تكونوا جد مستعجلين أو متضايقين إلى غير ذلك. إذن هنا نسويي با، لا تكونوا. ثم مثلا بونسيزي، فكروا فيه بور لي بروشان فاكونس، بالنسبة للعطلة القادمة. كلمة عطلة في اللغة الفرنسية تأتي جمعا، تنتكلم على عطل، هي تتقال هكذا. إذا المقصود بها عطلة. بونسيزي بور لي بروشان فاكونس، فكروا فيه بالنسبة للعطلة القادمة. طبعا الامبيراتيف في لو بريزون في لو باسي، اللي تستعمل بزاف طبعا هو لو بريزون، بحال اللي شفنا في الأمثلة هنا، هو الامبيراتيف بريزون بحال اللي شفنا في الأمثلة. ثم وأخيرا فيما يخص الصرف طبعا، عندنا لو مود انفينيتيف. لو مود انفينيتيف كما تلاحظوا هو فاش يكون الفعل ما مصرفش، حتى هو سماه مود. لانفينيتيف اي تا مود امبيرسونيل، مادام ان الفعل ما غيتصرفش، اذا تنتكلموا على ان مود امبيرسونيل، تنتكلموا على واحد المود اللي ما تتصرف حتى مع شي ضمير، كما نقول انه غير ضميري او غير شخصي. سي لا فورم نون كونجوغي، انه الشكل الغير مصرف دان فيرب لفعل. طبعا حتى هو فيه لو بريزون وفيه لو باسي. طبعا لانفينيتيف بريزون هو فاش يكون الفعل ما مصرفش، اما لانفينيتيف باسي هو بحال هذا. لانفينيتيف باسي ايت اون فورم كونجوغي انديكون une notion d'antériorité. إذن هو واحد الشكل ديال الفعل المصرف انديكون، يشير الى une notion، تشير الى واحد المعنى ان صح التعبير d'antériorité، ديال القبليه، ديال شي حاجه قبل. تنقولوا مثلا après être arrivé، بعدما كون الوصول، المقصود هنا بعدما كان الوصول. كان ممكن نقول هنا après l'arrivée، après l'arrivée كان ممكن نقول هذا، لكن ماذا قيل هنا après être arrivé، كما نقول بعد كون الوصول. المقصود هنا بعد كونهم وصلوا، بعد كوننا نحن وصلنا، بعد كونكم أنتم وصلتم، إلى غير ذلك. المقصود هنا بعد الوصول. بمعنى آخر nous avons téléphoné أنوزامي. إذن من خلال تتمة الجملة تنعرف بأن هاد إتخ أغيبي تتهمنا نحن، تتهمنا نحن. نوزافون تليفوني أنوزامي، نحن هاتفنا أصدقاءنا. متى هاتفنا أصدقاءنا؟ بعدما كوننا وصلنا، المقصود بعد وصولنا. إذن طبعا هذا لانفينيتيف باسي، هو هذا اللي عندنا هنا إتخ أغيدي. بحالة تنخليو إتر أو أفواغ الانفينيتيف وتنزيدو عليه لو بارتيسيباسي الخاص بداك الفعل. إذن هنا تنتكلمو على الانفينيتيف باسي ديال لو فيرب أغيدي. إذن الانفينيتيف باسي كيفاش نحصلو عليها؟ تناخدو فقط لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أغيدي وتنسبقوه بإتر أو أفواغ الانفينيتيف. كما تنشوف هنا on utilise l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif présent. اذا تنخليو avoir او être à l'infinitif présent et on lui rajoute le participe passé du verbe à conjuguer. تنزيدو له لو participe passé الخاص بالفعل اللي باغي نصرفو. اذا هذه فقط كلمحه عن طريقه
صرف الأفعال. طبعا من حيث إلى صنفناهم تحت واحد لمود طريقة الصرف، كل مود عنده معنى سواء كان مصرف مع ضمائر أو غير مصرف مع ضمائر، من حيث أنه واقعي بحال تنتكلموا على الانديكاتيف، مود كونديسيونيل أنه فيه شرط، أنه تعبر على السوي، تعبر على الديزير، تعبر على الهيبوتيز، تعبر على واحد لكونديسيون، على واحد الشرط إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لو كونديسيونيل. ثم مثلا لو سبجونكتيف هو اللي تكون فيه أن، ولكن تيكون يعبر على لونفي، على واحد الشوق، لو سوي تعبر على واحد التمني، لو ديزير تعبر على واحد الرغبة، ليموسيون انفعال، لوبليغاسيون تعبر على واحد الإجبارية. الفو كو تي اي اوز اورجونس، يجب أن تذهب إلى المستعجلات، إذا تعبر عن الإجبارية. لو دوت تعبر على الشك، أو لانسيرتيتود أو تعبر عن عدم اليقين. شنو هذا؟ هذا لو سبجونكتيف. ثم لو مود بارتيسيب، طبعا لو بارتيسيب هو اللي فيه لو بارتيسيب بريزون، تنتكلموا على شونطون مثلا، مارشون ماشيا، بارلون متكلما. طبعا تتبقى هكذا عاد الجملة، تتمت الجملة تتعبر لنا شكون هو اللي ماشيا، شكون هو اللي متكلما، إلى غير ذلك. كما رأينا تنتكلم مثلا على il allait à l'école en chantant، هم يذهبون إلى المدرسة مغنين. أيضا le mode participe كما قلنا الآن فيه le participe présent وفيه le participe passé، وهو اللي تنتكلم عليه بكثرة. طبعا تنتكلم على le participe passé ديال الأفعال اللي تنضيفوها الأزمنة المركبة، تيكون عندنا l'auxiliaire avoir أو être، تنضيف له لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل. اذا طبعا الى مشينا للصرف غنلقاو لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل. ثم عندنا لو مود جيرونديف، كما قلنا بان لو مود جيرونديف هو لو بارتيسيب بريزون، تنضيف له فقط هذيك اون باش نعبروا على واحد التزامنيه ديال واحد الفعل مع فعل اخر، باش نعبروا على واحد التزامنيه ديال واحد الفعل مع فعل اخر. ثم لو مود امبيراتيف، نتكلم عن الامر، في الغالب نتحدث عن لامبيراتيف بريزون. ثم في النهايه نتكلموا على لو مود انفينيتيف، في الغالب نتحدث عن لانفينيتيف بريزون. ملي تنقولوا مثلا سي لو فير بارلي ان انفينيتيف، راه تنقصدوا به لانفينيتيف بريزون، لانه عندنا كما راينا ايضا لانفينيتيف باسي. اذا هذه عموما هي انواع الصرف ديال الأفعال. فيما بعد إن شاء الله غنشوفوا كل زمن زمن وطريقة تصريفه باش يفيد لنا هاد المعاني اللي تحدثنا عليها. إلى ذلكم الحين حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.